بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاء بيتجدد مع إخواتنا المتابعين واللي بسعد بمشاركتهم عبر الرسائل على الصفحة، وبسألهم وبسأل ربنا سبحانه وتعالى إن لو حصل أي خطأ أو تدبر مش مظبوط أو وجهة نظر غير مكتملة، أتمنى إن إحنا بنقاوم بعض وبنساعد بعض من باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النهاردة في خاطرة لطيفة كده في تدبر آيات ربنا سبحانه وتعالى حبينا نشاركها مع إخواتنا، في قوله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الآية دي من خطيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد ومن بعده أي حد هيتلو آيات الله، فربنا بيقول له: واتلو عليهم نبأ الذي، اللي هو أي حد فينا، آتيناه آياتنا. وآتيناه آياتنا المعنى البسيط خالص اللي هو أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لينا الآيات والكتاب من غير إحنا ما نسأله، وده تفضل من صاحب الفضل، ودي من صاحب المنن والعطاء. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما نزلناش الدنيا كده، مع أنه هدانا النجدين ودانا الطريق ودانا الفطرة السليمة ودانا العقل عشان نميز، ولكن من رحمة الرحمن الرحيم أنه اداك كتاب الوزارة اللي أنت المفروض تذاكر بيه المنهج، يعني كتاب المنهج يعني، ولله المثل الأعلى طبعا. اداك الكتاب مفصل مشروح موضح بين بذاته، ما قالكش تروح تجيب كتاب من المكتبات أو مذكرات سفرة من برة الوزارة. فربنا سبحانه وتعالى من عطائه إن ادانا الكتاب عشان نتفكر بيه، وإن المنهج واضح، وأي حاجة تستشكل علينا تروح تدور في الكتاب وتفتح الكتاب عشان تلاقيها موجودة قدامك. فحصل إيه؟ حصل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيتلو هذا النبأ ليه؟ إن أعطانا الكتاب بدون إن إحنا ما نسأله، ما قلنالوش يا رب نزل علينا كتابا نقرأه، ولا نزل علينا مائدة من السماء. ادانا الكتاب وقال اطلعوا عليه وانتوا هتعرفوا الصح والغلط، وهتتأكدوا من كل مسألة يصعب عليكم فهمها هتلاقوا حلها موجود. طيب حصل ايه؟ فانسلخ منها، كما ينسلخ الليل من النهار، او كما ينسلخ النهار من الليل. يعني ايه؟ يعني انفصلنا عن الكتاب، يعني خرجنا من بين دفتي هذا الكتاب اللي هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي هو منزله لينا وفرضوا علينا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة الإسراء، يعني سورة الإسراء دي ليها معنى كبير برضو، اللي هو أي حد عايز يسير إلى الله يقرأ هذا الكتاب ويقرأ سورة الإسراء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا سبحانه وتعالى لما هيحاسبك مش هيحاسبك على كتب اللي انت بتقراها من بره الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى ألزمك وألزمنا، لو انت عايز تبقى كويس اقرأ الكتاب ده. طب لو انت ما انتش عايز تبقى كويس وتنسلخ من كتاب الله هيحصل ايه؟ هيتبعك الشيطان. يعني تخيل ان الشيطان مش هو اللي وسوس لك خالص، ده انت اللي بإرادتك الحرة انسلخت من هذا الكتاب ومشيت بعيد عن هذا الكتاب وحبيت تجرب كتب اخرى، فحصل لك ايه؟ الشيطان قال لك ده الصيدة بتاعتي، ده اللي انا عايزه، ده فك الارتباط الوثيق بينه وبين ربنا، ده مرضيش يقرا كتاب ربنا. مع ان ربنا في القرآن بيقول: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. اتبعوا، ربنا اهو فعل امر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ليه يا رب؟ ليه نتبع الكتاب بتاعك أنت بس وما نتبعش الكتب بتاعت الناس التانيين، أي ناس تانيين؟ ليه؟ قالك عشان لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لن تجد حد يجمع على حقيقة في كتب الآخرين إلا كتاب الله. كتاب الله محكم بذاته، اللي عايز ياخد المتشابهات وآية ويجري ومعنى ويجري وما يكملش الآية وينقص الآية من سياقها القرآني ويفسرها على هواه ومزاجه، ده رايح في سكة الشيطان. ده هيقولك ده بتاعي أنا، هتقولي ده. إنما اللي هيمسك كتاب ربنا ويحاول يتدبره
زي ما ربنا عايز مش زي ما احنا عايزين. ومن المنطلق ده هنطلق النهاردة مبادرة للدجال بمناسبة يوم الجمعة يعني، وبمناسبة الناس اللي بتقرأ الكتب التانية. هنعمل مسابقة النهاردة ان شاء الله، يا رب بس ايه اخواتنا المتابعين يساعدوني على نشرها. اي نعم هتكلفني فلوس كتير بس مفيش مشكلة، اهو كله في سبيل الله. النهاردة عاملين هنطلق مسابقة شعبية جايزتها 5 جنيه، لان الدجال عندي ما يسواش اكتر من 5 جنيه. جايزتها 5 جنيه لكل من يأتي بآية من القرآن تبع كلام الناس التانيين، لان الناس التانيين قالوا لك ان 10 آيات الاول من سورة الكهف كافية عشان تقيك وتقي النفس من فتنة الدجال. انا بس عايز اسألهم وعايز اسأل الناس اللي بتفسر القرآن يجيبوا لي آية من 10 آيات الاولين بتذكر الدجال او ليها علاقة بالدجال، وياخد مني 5 جنيه وعن طيب خاطر والله، لان الدجال زي ما انا قلت حتة انه ما يسواش عندي اكتر من 5 جنيه فعلا ده كتير علي. تمام كده؟ طيب، الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. حد يجرؤ ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل له كتاب ويقول له اتبع هذا الكتاب واتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ويسيبه ويروح يمسك في حاجة تانية؟ اكيد ده اكيد ده بيقول للشيطان انا جاي لك برجلي. فلكل ذي عقل، لكل ذي عقل يسمع ايات الله، يتدبر ايات الله، يسأل الله الهداية. الخاطرة التانية النهاردة في الاية التانية بتاعة عبد من عباد ربنا سبحانه وتعالى لما كان مع سيدنا موسى. العبد ده استطعم حتى إذا أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. السؤال الثاني ده جايزته 10 جنيه، مين هم أصحاب القرية؟ مين هم أصحاب القرية؟ وما هو الجدار؟ وما هو الكنز؟ ومن هما الغلامان؟ ده المسابقة بتاعت النهاردة، مسابقة الدجال بخمسة جنيه والمسابقة التانية ديت بعشرة جنيه، عشان انا عارف ان الاجابات ان شاء الله في رحلة تدبرنا، واحنا بنستنفر انفسنا وبنستنفر اخواتنا، لان احنا عايزين ننشر دعوة التدبر لكتاب الله وقراءة كتاب الله في الواقع المعاصر بتاعنا ده، وقراءة المستقبل من خلال كتاب الله، وقراءة الحاضر من كتاب الله، وقراءة الماضي الصحيح. الماضي الصحيح، مش الماضي المغلوط، مش الماضي المخلوط في عمل صالح واخر سيء، مش الماضي اللي عليه الخناقات، لا، احنا عايزين نعرف ماضينا كان ايه حقيقة من كتاب الله، وحاضرنا دلوقتي من كتاب الله، ومستقبلنا هيكون ايه من كتاب الله. ليه؟ عشان ما نبقاش زي الذي انسلخ من ايات الله فاتبعه الشيطان وملى دماغه بحاجات ليس لها علاقه بكتاب الله. دمتم في معيه الله، ودمتم في صحبه ربنا سبحانه وتعالى، ودمتم في صحبه قران ربنا اللي لا يقبل الباطل ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لان القران هو الامام المبين، هو الذي سيجمع الناس على كلمه الله وعلى كلمه سواء، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. دمتم بخير، واشوفكم بخير ان شاء الله في حلقات اخرى. ومش عايزين ننسى المسابقه، عايزين نتشاركها عبر صفحات اخواتنا سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك. المهم ان المسابقة توصل، وان الناس تعرف ان في مسابقة قيمتها 5 جنيه للي هيأتي بذكر الدجال في اول 10 آيات من سورة الكهف، والآية التانية حتى اذا اتى يا اهل قرية نعرف نجاوب على الاسئلة دي. دمتم بخير، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم.